النهارده ليله غير كل ليله، محدش ينام. تابعوا الاخبار بقى، شوفوا الاخبار بتاعت النشطاء اللي في الكيان ذاته، شوفوا الاخبار بتاعت النشطاء الداعمين لاسرائيل، شوفوا اخبار المطبعين، شوفوا النحيب اللي هيحصل للمطبعين في مصر والسعوديه والامارات. النهارده ليله ولا كل ليله. النهارده كمين بيتعمل في جنود الجيش الاسرائيلي في جباليا. عارفين جباليا اللي بقى لها 24 ساعه 48 ساعه لم يتوقف الاغاره الطيران الاسرائيليه عليها، لم تتوقف الاغارات عليها تماما. جباليا بيتعمل من ساعات قليله تقريبا ساعه ساعتين، اتعمل كمين في كمين، كمين في قوه مجنده ده من الجيش الاسرائيلي داخل منزل، جات لهم قوه اسناد اتعمل في قوه الاسناد هي كمان كمين. جباليا اللي تعرضت لما تعرضت له اضعاف هيروشيما في اليابان، جباليا بتحقق النهارده كمين مركب ومعقد في الجيش الاسرائيلي. تم استدراج القوه كلها بالكامل الى المنازل، ثم قوه الاسناد من بعدها. اسرائيل والاعلام الاسرائيلي والقناه 12 الاسرائيليه تتكلم عن حدث امني كبير بعد هذا الكمين، واللي بحسب بعض النشطاء الاسرائيليين بيقول لك عدد اللي سقطوا من الجنود فوق ال 10 جنود حتى هذه اللحظه، من بينهم 2 ضباط. بعد هذا الكمين بلحظات عسقلان والمستوطنين في عسقلان قالوا اما نخرج نحتفل، ليه؟ في شماريخ جايه لهم من غزه، رشقات صاروخيه جات لهم من غزه من جباليا، وكان جباليا بتدي لاسرائيل درس. جباليا دي لها مع اسرائيل يعني صولات وجولات كبيره جدا جدا بتدي لهم درس. لو حضراتكم تابعتوا فقط لغير سرشتوا عن اللي حصل في جباليا وما تعرضت له جباليا، الطبيعي ان تسموا ليه شعب الجبارين. ليه تسموا شعب الجبارين؟ لان جباليا اللي تعرضت له لو تعرض لاي واحد من المستنطعين واحد على تريليون مما تعرضت له جباليا لكان عامل زي الفقر، فقر لا يتحرك، فقر. لكن النهارده جباليا بتعمل كمين في كمين في الجيش الاسرائيلي. عايز اقول لحضراتكم النهارده الاعلام الاسرائيلي بيتكلم عن ان عشرات ومئات الجنود الاسرائيليين اللي موجودين في غلاف غزه لاذوا بالفرار. قال له فلق وجري، الجري نص المجدعه، ولما تكون بتواجه رجاله غزه الجري هو الجدعنه كله. مش مكبلين مسبار لوخم اسروت لوخمين بجزرات اوتف ازا את ההודעה צוא ביתה דובר על לוחמים חמושים ובתוכם גם פלוגת טנקים הם בעצם נמצאים שם במשימת הגנה בעוטף חדירת מחבלים. النهارده ايضا كان الحديث الدائر بقى، عشان تعرفوا يا جماعه في توسع في التظاهرات داخل اسرائيل، بتعرف تعد، في تظاهرات لرجال الاعمال، تظاهرات للموظفين، تظاهرات لاهالي الشمال من غزه. النهارده في اكتر من 50,000 مستوطن في مستوطنات الشمال مع لبنان دخلوا على المستوطنين اللي كانوا موجودين من غزه من 7 اكتوبر والمستوطنين اللي كانوا موجودين من الشمال من بعد تدخل لبنان. المستوطنين النهارده كلهم اعدادهم زادت 50,000 واحد. النهارده من المستوطنين غادروا منازل الشمال من المستوطنات الشماليه مع لبنان، 50,000 النهارده غادروا. دول تظاهراتهم. يبقى تظاهرات رجال الاعمال، تظاهرات قطاع السياحه، تظاهرات بتوع التعليم، تظاهرات الحرايديم اللي مش عايزين يتجندوا، تظاهرات اهالي الاسرى، تظاهرات النهارده في تظاهرات جديده انضمت هم امهات المجندين اللي رجعوا للعوده للقتال في الشمال تاني، الشمال من غزه، اللي هو قال لك سيطرنا وعملنا خلصنا، النهارده بيعودوا للشمال تاني، فامهاتهم نزلوا يتظاهروا، امهاتهم خرجوا يكذبوا نتنياهو ويوف جالنت ورئيس الاركان الاسرائيلي والواد ابو دان ده، نزلوا يكذبوهم النهارده وعملوا مؤتمر صحفي. انتوا لو نجحتوا وحققتوا نجاحات وانجازات، ليه اولادنا عادوا للقتال في الشمال من غزه تاني، في بيت لهيا، في مخيم الشاطئ، في جباليا، في حي الزيتون، في شارع 8، في مستشفى الشفاء، في بيت حنون؟ ليه عدنا لهذه النقطه بعد 7 اشهر؟ دي كان جزء من التظاهرات. اذا الوضع النهارده معاهم وضع مربك مع اسرائيل، ودايما لما تعرف ان الوضع مربك مع اسرائيل لازم تعرف ان الحدث في اسرائيل انما سرادك العزاء عند المطبعين. على طول تبقى انت مترجم حضرتك كده ان الحدث في اسرائيل لكن سرادك العزاء عند المطبعين. المطبعين اللي ما تركوا نقيصه
إلا وعملوها مع أهل غزة. ومسوخخين أحد المفقدين שאומר לנו כך, כמו גנבים בלילה ברחנו מהמוצב, יש כאלה שגרים בצפון ונסעו שעות ארוכות. כולנו עם נשקים, יש פלוגת טנקים, ובכל זאת קיבלנו הוראה להתפנות. אני חושב שזה בעצם... فوق كل ده ضيف بقى عليهم التصريحات اللي خرجت النهاردة من رئيس الأركان. لما أمهات الجنود نزلوا عملوا مؤتمر وليه ولادنا بيرجعوا للشمال تاني، رئيس الأركان اللي هو صورته ده خرج النهاردة وعمل تصريح وقال لك نصا ان احنا سنعود للاسف للقتال للشمال، لان كل انجازاتنا العظيمه اللي قدرنا نحققها طوال السبع شهور اللي فاتوا ذهبت ادراج الرياح بسبب ان نتنياهو ما عندوش رؤيه لليوم الثاني للحرب. ثاني اليوم اللي بعد ما نخلص حرب مباشره هي القرارات السياسيه اللي هتتخذ. خد بالك ان النهارده بعض المستنطعين بيشيروا لك الخبر بتاع نتنياهو لما اعلن ان هيخلوا هناك حكومه اسرائيليه او اداره اسرائيل معبر رفح. اذا كان الرجاله في غزه لم يقبلوا بمجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينيه ان يعمل اللقطه دي وحطوا عليه وعلى 200 واحد من قواته، ولم يقبلوا ان هي القوات دي تكون مغربيه ومصريه واردنيه، ولم يقبلوا انها تكون امريكيه، هيسيبوك انت يا نتنياهو انت وشويه الاراضيش اللي معاك. فرئيس الاركان النهارده بتاع الجيش الاسرائيلي خرج يقول ان كل اللي احنا قدرنا نحققه، اذا كان هم قدروا يحققوا حاجه يعني، كل اللي قدرنا نحققه ذهب ادراج الرياح تماما، لان احنا ما عندناش رؤيه للحرب. الاعلام الاسرائيلي النهارده وعلى راسهم هذه القناه بالذات ال 14 الاسرائيليه، القناه المعروفه ان هي متطرفه وان هي بتاعه بن غفير وسموتريتش وزير الماليه، وبن غفير ده وزير الامن القومي ورئيس وزير التراث اللي هم المتطرفين في حكومه نتنياهو. هذه القناة لما تقول لك النهاردة إن كل ما حققناه طوال السبع شهور بنعود من جديد لنقطة الصفر في ناحية الشمال من غزة، يبقى يوريك يا جماعة حجم الصمود بتاع أهالي غزة. حجم نعم هناك تضحيات، لكن هناك صمود. اوعى تستمع لبعض اللجان وتلاقي الكومنتات بتاعتهم ولا التغريدات بتاعتهم اللي بيكتبوها. يا جماعة هؤلاء انهزموا عقائديا، انهزموا نفسيا. سيبك منهم، المنهزمين دول في كل مكان. ساعة التتار في علماء من المسلمين كانوا بيطلعوا المنابر كانوا بيفتوا الناس انك انت فكرة انك تواجه التتار شيء ملوش لازمة، كده كده هم المنتصرين. كانوا في كل زمان ومكان لازم تلاقي منبطحين، لازم تلاقي منهزمين، لازم تلاقي ناس هي عندها الدونية دايما، عندها فكرة الانهزام دايما، عزيمتها ضعيفة دايما. فلما كانت التغريدات بتاعتهم ولا التصريحات بتاعتهم سواء حتى اعلامهم يطلع يتكلم عن يقول لك اصل شفتوا ليه عملتوا اللي عملته في 7 اكتوبر. طيب لنعتبر اللي احنا اللي اتعمل في 7 اكتوبر ان واحده فقط لا غير من علاماته ان 107 ولا 143 دوله يعترف في الامم المتحده بحقيه فلسطين تكون عضو في الامم المتحده. ها استطاعت مصر طوال 70 سنه، استطاعت السعوديه، استطاعت الدول العربيه بجيوشها الجراره بانظمتها بدبلوماسيها بقوتها الناعمه والخشنه وكل شيء بما تملكه الدول العربيه والاسلاميه، استطاعت ان هي تضع هذا الموضع لفلسطين في الامم المتحده؟ لم تضع. مين اللي عمل كده؟ اللي حصل. وعلى فكره انا اسف في الجمله دي، اسرائيل تفهم اكتر مني ومنك في الجزئيه دي، ان اللي حصل في الامم المتحده بيعتبروه اسرائيل اللي بتقول كده بتعتبره انه مكافاه لحماس عن احداث 7 اكتوبر. اذا اللي حصل كان نتيجه ل 7 اكتوبر، فالمنهزمين دول دايما هيصدروا لك كل شيء يجعلك بالياس. اما لو حضرتك تبص على اللي بيحصل هتلاقي مخيم جباليا اللي حصل له يا جماعه بقول لحضراتكم اضعافا مضاعفه 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 للي حصل في هيروشيما في اليابان. ومع ذلك النهارده بيقولوا لاسرائيل نحن هنا، نحن هنا بكمينين، تدخل يتعمل فيك كمين، تيجي قوه الاسنان يتعمل فيها كمين، ونخرج معاكم نحتفل بالشماريخ والرشاقات على عسقلان. سلام عليكم.